لا ما خلاص بقى هقول ايه تاني. فعرف نفسي انا كنت في المظاهرات فجابوا واخد بالك بلطجيه من ناحيه ثانيه وحاصرهم وضربهم بالطوب. مين اللي جاب؟ نعم بلط لا ما اعرفش بقى. ورا السفاره قدام السفاره؟ لا هم كانوا قدام السفاره بالظبط واخد بالك، وفي صور قدام السفاره. فجاءوا جماعه بلطجيه من الناحيه الثانيه وراحوا ضاربين فيهم بالطوب. ومظاهرات واخد بالك واقفين بكل ادب يعني ما عملوش اي حاجه يعني، بس بيقولوا ايه السفاره لما كده ارحل 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 ارحل. الناس بيدافعوا عن كرامه بلدهم. يقوموا يضربوا فيهم بالطوب. ويجي ثاني بيقول انت فلسطيني. افرض انا فلسطيني يا اخي مش عربي. وما زي ما انا مش فلسطيني، يعني ممكن اثبت لكم مش فلسطيني يعني. بس عيب كده. الله. ده احنا نسجد للشباب، ده نركع له، الشباب اللي توفوا، الشباب اللي بيضحوا بارواحهم وبحياتهم وبكل حاجه. الله. بعلم. احنا مش ما نحاسبش، احنا نقول مين اللي باع مصر. حد يطلع يقول لنا مين باع مصر. المجلس العسكري ولا السلفيين ولا الاخوان ولا جوه السياسيه. عايزين نعرف مين باع مصر. عشان نعرف نحاسبه. هو ده مش ايد خفيه ثالثه زي الثوار اللي اتقتلت، دي حاجه بانت وطياره جت خدته. مين؟ مين اللي مشى الامريكان؟ عايزين نفهم. هو جاي يقول للسفير امشي، يقول المجلس العسكري الاول امشي. المجلس العسكري مدان يسكت. يسكت حكم العسكر. يسكت حكم العسكر. وهو عميل الامريكان كلهم قوى سياسيه اخوان المجلس كلهم عملاء. كلهم عملاء. مفيش شريف غير ثوار التحرير. مفيش شريف غير ثوار التحرير اللي واقفين هنا. الشباب اللي ملوش لازمه، اللي نازل من بيته من غير ما حد يقول له انت نازل ليه، من غير ما يقبض، باسم من جيبه الخاص. بقالنا سنه سنه وشهرين نازلين من بيوتنا، محدش نزلنا، نازلين لحب الوطن لمصر. وتحيا مصر. تحيا مصر. انتوا اللي هتقسموها. هو وعكاشه اللي هيقسمها واشكاله. بس.